السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا كتاب مهم جدا اللي هو Techniques and Principles in Language Teaching لديان لارسون فريمان. طبعا هذه كتاب Teaching يتعلق بطرق التدريس، كتاب جدا مهم ويدرس في الجامعات العراقية، نحاول نسلط الضوء قدر الإمكان عليه. نبلش إن شاء الله ونحاول يعني نعطيكم الشغلات المهمة. نجيها طبعا طرق التدريس المنوعة والمهمة. عندنا أول طريقة أعزائي، عندنا هذه عندنا the grammar translation method طريقة ترجمة القواعد. يقول لي the grammar، هنا introduction مقدمة. The grammar translation method is not new. طريقة هاي الطريقة ليست جديدة. It has many different names، لها عدة أسماء. But it has been used by language teachers for many years، ولكنها استخدمت من قبل المدرسين لسنوات طويلة. At one time it was called classical method since it was the first used in teaching the classical languages Latin and Greek. في أول الأمر كانت تسمى الطريقة الكلاسيكية لأنها كانت أول مرة استخدمت هنا، سنس مو منذ، هنا تجي بسبب، سببية، استخدمت في تدريس اللغات الكلاسيكية اللي هي اللاتينية واليونانية الإغريقية. كريستين، هذا الكتاب المصدر كريستين 1988. Earlier in this century، في بداية هذا القرن، this method was used for the purpose of helping students read and appreciate foreign language literature. في بداية هذا القرن هذه الطريقة استعملت لأغراض مساعدة الطلبة لقراءة وتقييم أدب اللغة الأجنبية. It was also hoped that through the study of grammar of the target language, students would become more familiar with the grammar of their native language. أيضا كان يؤمل يعني يتأمل من ذلك عبر دراسة قواعد اللغة المصدر أن الطلبة يمكن أن يكون متآلفين مع القواعد لغتهم الأصلية native language. لغتهم هم. And this familiarity would help them speak and write their native language better. وهذه التآلفية، حالة الألفة يمكن أن تساعدهم في التحدث والكتابة بلغتهم الأصلية بشكل أفضل. Finally, it was thought that foreign language learning would help student grow intellectually. أخيرا، فإنه كان يعتقد أن تعلم اللغة الأجنبية يمكن أن يساعد الطلبة في التنمية العقلية لهم، ولوحظ أن الطلبة يمكن It was recognized that students would probably never use the target language, but mental exercise of learning would be beneficial anyway. لوحظ أن الطلبة يمكن يعني من المحتمل أنه أبدا ما يستخدمون اللغة المقصودة، اللغة الهدف يعني الأجنبية، but the mental exercise، ولكن التمرين العقلي في التعلم يمكن أن يساعد، أن يكون مفيدا على كل حال. Let us try to understand the grammar translation method by observing class where the teacher. خلي يقول لي نحاول فهم هاي طريقة الترجمة من خلال ملاحظة صف حيث التيتشر يستخدمها. The class is high intermediate، بمستوى هذا الصف على يعني مستوى متوسط عالي من اللغة الإنجليزية. At University of Columbia، في جامعة كولومبيا. There are 42 students، هنالك 42 طالب في الصف. To our class are conducted، يتم تنفيذ أو يعني إنجاز 3 ساعات، ساعتين
ساعتين دراسية يتم يعني تدريسها 3 مرات في الأسبوع. هذا هنا أعزائي الطلبة طبعا الملاحظات، اللي يحب يطلع ويحب يقرأ، طبعا هو تدريس هنا اللغة الإنجليزية في لبعض الطلبة الناطقين بالإسبانية. على كل هنا يعني هاي تجربة بالصف، واللي استخلص من عدها زين. من الشغلات اللي احنا نستخلصها واللي تفيدنا بدراستنا، عندنا thinking about the experience، التفكير بشأن التجربة. there has been just a brief introduction، كان هنالك مقدمة مقتضبة قصيرة لطريقة الترجمة، طريقة ترجمة القواعد. but probably true، ولكن من المحتمل أن هذا this method is not new، ليست جديدة هاي الطريقة. in many of you، يعني ليست جديدة عليكم، للكثير منكم. you may have studied the language in this way، قد يعني أنتوا درستوا اللغة بهذه الطريقة، طريقة ترجمة القواعد. you may be teaching with this method right now، ربما أنتم قد تدرسون بهذه الطريقة الآن. whether this is true or not، قد يكون ربما هذا صحيح أو لا. let us see what we have learned about the grammar translation method، خلينا نشوف ماذا تعلمنا من هذه الطريقة. we are able to make a number of observation about the class we intend، نحن يعني قادرون على يعني وضع عدد من الملاحظات حول الصف اللي احنا حضرناه. Our observations will be listed، الملاحظات مالتنا راح تكون يعني ضمن قائمة بين على القائمة اليسرى، يعني مرتبة في القائمة اليسرى. From them، ومنها we will try to identify، نحاول أن نشخص the principles، المبادئ، مبادئ تدريس هذه الطريقة. the principles، المبادئ، سوف يعني توضع في العمود الأيمن اللي هو هنا. هنا observation، الملاحظات، و المبادئ. طيب هنا يقول لي observation، ملاحظة. the class is reading an excerpt from Mark Twain Life on the Mississippi، الصف جاي يقرأ نص من كتاب للكاتب مارك توين اللي هو الحياة في المسيسيبي، في نهر المسيسيبي، النهر المشهور بأمريكا. A fundamental purpose of learning a foreign language is to be able to read literature written in it. الغرض الأساسي من تعلم اللغة الأجنبية هو القدرة على قراءة الأدب اللي مكتوب به. literary language، اللغة الأدبية، is superior to spoken، يعني تكون أعلى. اللغة الأدبية راح تكون أسمى أو أعلى من اللغة المكتوبة. student study of the target culture، الطلبة يدرسون تراث، التراث الهدف المطلوب يعني. is limited to its literature and fine arts. student study of target literature is limited، تراث اللغة الهدف، تراث اللغة الهدف اللي يدرسوا الطلبة is limited، يكون محدود to its literature، لأدبه، and fine arts، والفنون الجميلة. يعني عندك هنا student translate the passage from English to Spanish، الطلبة جاي يترجمون القطعة من الإنجليزية إلى الإسبانية. an important goal، الهدف الرئيسي، is for student to be able to translate each language into another، الهدف الرئيسي طبعا هنا للطلبة انه القدرة على ترجمة اللغة من لغة الى اخرى. if student can translate from one language to another they are considered successful language learners، اذا الطلبة استطاعوا الترجمة من لغة الى اخرى فانهم سوف يعدون متعلمين لغة ناجحين. زين ملاحظة الاخرى، the teacher asks student to state the grammar rule، المعلمة المدرسة هنا تسأل الطلبة أنه يذكرون قاعدة النحو، قاعدة الجرامر، القواعد. student should be conscious of the grammatical rules of the target language، الطلبة
يجب عليهم أن يكونوا واعين بالقواعد النحوية للغة الهدف. اللغة الهدف يعني المدروسة الإنجليزية. Student memorize present tense, past tense and past participle forms of one set of irregular verbs. إلا طلبة يتذكرون يعني هاي صيغ المضارع البسيط، صيغ المضارع الماضي والتصريف الأشكال التصريف الثالث للفعل of one set لمجموعة واحدة من يعني الأفعال بالمضارع بالماضي والتصريف الثالث. Whatever possible verb conjugations and other grammatical paradigms should be committed to memory. طبعا هاي الأشكال والترتيبات اللي تذكر على السبورة اللي يجب أن تؤخذ ويعني الطالب يتذكرها. There were other activities planned. هنالك فعاليات أخرى للتذكر في الأسبوع. But in this book ولكن في هذا الكتاب we will follow the practice. سوف نتبع التجربة للممارسة of not listing بعدم وضع يعني observation الملاحظات unless معلم يعني تقود to our discovering different principle معلم تقود إلى يعني مبدأ آخر للطريقة. Reviewing the principles مراجعة المبادئ. هنا عندنا من خلال المراجعة ليها شنو راح نشوفه. What are the goals of teachers who use grammar translation؟ ما هي أهداف المدرسين الذين يستخدمون طريقة ترجمة القواعد according to the principles who use a fundamental purpose of learning a foreign language is to be able أن يكونون قادرين هاي مهمة يكونون قادرين to read literature written على قراءة الأدب المكتوب in the target language في اللغة الهدف. To do this من أجل عمل ذلك student need to learn about the grammar rules. يجب لتحقيق ذلك الطلبة يجب عليهم أن يتعلموا عن القواعد النحوية and vocabulary والمفردات الكلمات of the target language للغة الهدف. In addition إضافة إلى ذلك it is believed يعتقد that studying the foreign language يعتقد أن دراسة اللغة الأجنبية provides يوفر students with a good mental exercise يعطي طلبة ذوي ممارسة عقلية جيدة يعني عندهم يصير تدريب عقلي which helps يمكن أن يساعد develop their minds في تطوير عقولهم. What's the role of the teacher ما هو دور المعلم ما هو دور المدرس. What is the role of the student ما هو دور الطلبة. The role are very traditional الطريق الأهداف الأدوار هي تقليدية جدا. The teacher is the authority التيتشر راح يكون هو السلطة in the classroom في الصف. The student do as she says الطلبة يقومون بما تريده. هنا شيء ترجع المدرس مدرسة لأنه الصف اللي ملاحظين عليه وماخذين عليه عينة كانت هي مدرسة وليست مدرس. الطلبة student do as she says so they can learn what she knows الطلبة يقومون بما تقوله المدرسة so لذلك they can learn لذلك هم يستطيعون أن يتعلموا what she knows ما هي تعرفه. What are some characteristics of the teaching learning process ما هي بعض الخصائص للتدريس والتعلم يعني طريقة التعلم والتدريس. Students are taught to translate from one language to another الطلبة يعني يتم تعليمهم ترجمة من لغة إلى أخرى. Often what they translate are readings in the target language غالبا ما يترجمونه يكون يعني القراءات اللي موجودة في اللغة الهدف. About some شنو هنا ننزل some aspects بعض المفاهيم of the culture عن التراث of the target language community حول مجتمع اللغة الهدف. Student study grammar
deductively student study grammar. الطلبة يدرسون اللغة بشكل استنتاجي. That is مما يعني they are giving the grammar rules. هم يعطون يقومون بإعطاء القواعد النحوية and examples والأمثلة and told to memorize ويتم إخبارهم أن يتذكروها memorize them and then are asked to apply the rules to another examples ويعني يطلب منهم تطبيق القواعد إلى أمثلة أخرى. They also learn grammatical paradigms. طبعا أيضا يدرسون الأشكال النماذج مثل verb conjugations التصاريف الأفعال والأشكال والأمثلة الموجودة. They memorize native language equivalent كذلك يعني هم يتذكرون المكافئات not equivalent يعني شلون القرائن اللي موجودة باللغة اللغة النيتيف واللغة التارجت. النيتيف يعني اللغة الأصلية اللي يتحدثون بها الطلبة واللغة التارجت اللي هم يدرسوها for target language vocabulary words للكلمات اللي كلمات مفردات اللغة التارجت. What is the nature of student-teacher interaction؟ ما هو التفاعل اللي يحصل بين المدرس وما هي طبيعة التفاعل بين المدرس والطالب؟ What is the nature of the student-student interaction؟ وما هي طبيعة تفاعل الطالب مع الطالب؟ Most of the interaction in the classroom is from teacher to the students. There is a little student initiation and little student-student interaction. يقول هنالك تفاعل أغلب التفاعل الموجود بالصف هو من المدرس للطلبة. هنالك يعني حماس أو شيء بسيط تحفيز بسيط من الطالب والطالب يعني حيث التفاعل من طالب إلى طالب يعني الشيء الرئيسي راح يكون من المدرس للطالب. How are the feelings of the students deal with؟ ما هي المشاعر للطلبة اللي يتعاملون معها؟ There is no principles، ماكو مبادئ لهاي الطريقة اللي تتعلق بهذه المنطقة. How is the language views؟ كيف يتم مراجعة اللغة؟ How is culture views؟ وكيف يراجع يعني التراث؟ Literary language، اللغة الأدبية is considered superior. اللغة الأدبية تعتبر فوق أو أسمى من spoken language من اللغة المتحدثة and therefore language that student study واللغة اللي الطلبة يدرسها. Culture is views يتم مراجعة ومتابعة ورؤية التراث as consisting of اللي يتعلق ب literature and fine arts بالأدب والفنون الجميلة. What areas of language are emphasized؟ ما هي التأكيدات على اللغة؟ What language skills are emphasized؟ ما هي المهارات اللغوية اللي يتم التأكيد عليها؟ Vocabulary and grammar are emphasized. المفردات والنحو يتم التأكيد عليها. Reading and writing. القراءة والكتابة are the primary skills هي المهارات الأساسية. That the students work on اللي الطلبة يشتغلون عليها. There is much less intention given to speaking and listening. هنالك اهتمام أقل يعطى للspeaking والlistening للتحدث والاستماع. Pronunciation receives little. أيضا يتلقى التلفظ شيئا أقل. If any attention إن كان هنالك أي اهتمام. What is the role of student native language؟ ما هو الدور اللغة الأصلية للطلبة؟ The meaning of the target language is made clear by translating into the student native language. يقول معنى اللغة الهدف يتم يكون واضحا من عن طريق الترجمة إلى اللغة الأساسية اللغة الأصلية للطلبة. Language that is used in the class is mostly student native language. اللغة اللي يستعملوها في الصف أغلبها تكون شيني اللغة الأصلية للطلبة. How is evaluation accomplished؟ كيف يتم التقويم؟ كيف يتم إنجاز التقويم؟
عندنا written test in which students are asked to translate from their native language to the target language or vice versa are often used. الاختبارات المكتوبة اللي الطلبة يطلب منهم الترجمة من اللغة من لغتهم الأصلية للغة الهدف وبالعكس غالبا ما يعني تستعمل. Questions about the target culture or questions that ask student to apply grammar rules are also common. كذلك يكون شائع شنو الأسئلة اللي تتعلق بالتراث تراث اللغة الهدف والأسئلة اللي تطلب من الطلبة يتم تطبيقها تم تطبيق القواعد النحوية أيضا هذا الأمر شائع. عندنا how does the teacher respond to student errors؟ كيف يستجيب المدرس إلى أخطاء الطلبة؟ Having the students get the correct answer is considered very important. If student make errors or do not know any answer, the teacher supplies them with the correct answer. من خلال يعني إعطاء الطلبة الجواب الصحيح. هذا الأمر يكون جدا مهم. لو أن الطلبة يعني سووا أو ارتكبوا أخطاء ولا لم يعرفوا الجواب، إذ المدرس راح يعطيهم ويزودهم بالجواب الصحيح. Reviewing the techniques. مراجعة للتقنيات. Ask yourself if any of the answers to the above questions make sense to you. اسأل نفسك إذا أي من الأجوبة اللي في أعلى الأسئلة أعلى اللي صارت هي كانت تتعلق بيك. إذا كانت كذلك if so you may choose to try some of the techniques of the grammar translation method from review that follows. حاول يعني تشوف أنت هاي الشغلات هاي الطريقة أنت مطبقها أو لا، يعني إذا هي أنت إذا أنت مسويتها من التقنيات فأنت تستخدم هاي الطريقة. On other hand من جانب آخر you may find that you agree very little، قد أنت تتفق شيئا قليلا with the answers مع الأجوبة to these questions مع هاي الأسئلة، but that there is still some useful techniques، ولكن هنالك بعض التقنيات المفيدة associated with اللي تتعلق ب هاي الطريقة. below في أدنى there is expanding هنالك expanded description هنالك وصف موسع of some of these techniques لهذه التقنيات. translation of literary passage translation of a literary passage. students translate a reading passage from the target language into the their native language. الطلبة يترجمون القطعة المقروءة من اللغة الهدف إلى لغتهم الأصلية. The reading passage then provide the focus for several classes. القطعة المقروءة عند ذلك توفر تركيزا وتسلط الضوء على بعض الصفوف. Vocabulary and grammatical structures in the passage are studied in subsequent lessons. المفردات والتراكيب النحوية في القطعة يتم دراستها in subsequent في دروس لاحقة. The passage may be excerpt قد يعني القطعة تكون مقتضبة from some work يعني مأخوذة من some work from target language literature. تكون هاي القطعة مأخوذة من نص أدبي للقطعة يعني نص أدبي من اللغة الهدف. Our teacher may be write a passage carefully أو المدرس يقوم بكتابة
القطعة بشكل دقيق design to include اللي يعني تصمم لكي تشمل practical grammar rules يعني تشمل قواعد نحوية خاصة and vocabulary ومفردات. The translation may be written or spoken or both. الترجمة قد تكون مكتوبة أو منطوقة أو كلاهما. A student should not translate idioms and like and the like literally. الطلبة لا يجب عليهم أن يترجمون المصطلحات or يعني الأشياء الأدبية المترافقة أو المترابطة but rather in a way that shows they understand their meaning ولكن بطريقة ما يظهرون أنهم يفهمون معانيها. Reading comprehension questions أسئلة الاستيعاب القراءة. Student answer questions in the target language based on their understanding of the reading passage. الطلبة يجيبون على الأسئلة في اللغة الهدف اللي معتمدة على على فهمهم للقطعة المقروعة. Often the questions are sequences that the first group of question asking for information contain with the reading passage. غالبا ما الأسئلة تكون يعني sequence تكون في وقت لاحق so that لكي يعني الأول مجموعة من الأسئلة تسأل للمعلومات اللي تحتوي وتكون متضمنة للقطعة المقروعة. In order to answer the second group لغرض الإجابة على أسئلة المجموعة الثانية students will have to make inferences يعني يسوون نوع من الاستنتاجات based on their understanding of the language معتمدين على فهمهم للقطعة. This means they will have to answer the questions. هذا مما يعني أنهم يجب أن يجيبوا على الأسئلة about the passage اللي تتعلق بالقطعة even though حتى لو أن answers are not contained حتى لو لم تكن هنالك الأجوبة in the passage itself في القطعة نفسها. The third group of the questions requires المجموعة الثالثة من الأسئلة تتطلب من students to relate the passage or their own experience طلب منهم يعني فيما يعني تتعلق القطعة بتجربتهم الخاصة. عندنا antonyms synonyms عندنا هاي المفردات وال يعني المرادفات والأشياء المتناقضة يعني المفردات والمرادفات والمعاكسات. يقول لنا students are giving one set of words are asked to find antonyms. هنا الطلبة يعطون مجموعة من الكلمات اللي من أجل أن يطلب منهم يعني إيجاد المعاكسات مالتها in the reading passage في القطعة المقروءة. A similar exercise could be done by asking students تمرين متشابه يمكن أن يتم إنجازه أو تحقيقه عن طريق سؤال الطلبة find synonyms أن يجدون شنو المرادفات for the particular set of words اللي مجموعة خاصة من أو معينة من الكلمات. Or students might be asked أو الطلبة يتم سؤالهم to define a set of words أن يعرفوا مجموعة من الكلمات based on their understanding of them مبنية على فهمهم للكلمات as they occur كما تحصل in the reading passage كما هي حاصلة في القطعة المقروءة. Other exercises that ask students to work with the vocabulary of the passage are also possible. تمارين أخرى يعني تطلب من الطلبة أن يعملون مع مفردات القطع أيضا هذه تكون موجودة. عندنا connates هاي connates students are taught to recognize connates by learning the spelling. هاي يقول الطلبة يدرسون في أن يستوعبون
الأشياء المتقاربة عن طريق تعلم السبيلينج، التلفظ، الإملاء or sound patterns أو نماذج الأصوات that correspond اللي تتطابق between the languages بين اللغات. Students are also asked to memorize words. كذلك الطلبة يعني يتم سؤالهم في تذكر يعني الكلمات that look like connates اللي هي تكون يعني عادة قريبة من بعضها but have meanings in the target language لكن لها معاني في اللغة الهدف that are different from those اللي تختلف عن تلك التي in the native language في اللغة الأصلية لهم. This technique هاي التقنية of course بالطبع would only be useful تكون فقط مفيدة in the language that share connates اللي تتشابه في الأمور المتقاربة. Deductive application of the rule عندنا هنا عندنا الاستنتاج وتطبيق القواعد. Grammar rules are presented with examples. القواعد عندنا نماذج القواعد النماذج النحو يتم عرضها مع الأمثلة. Exceptions to each rule are also noted. كذلك يعني الاستثناءات أيضا يتم ذكرها. Once students understand the rule حالما يعني الطلبة يفهمون القاعدة they are asked to apply it to some different examples يتم الطلب منهم تطبيقها في أمثلة مختلفة يعني بعض الأمثلة. Fill in the blanks ملء الفراغات أيضا هذا. Students are given a series of sentences يطلب من الطلبة أو يعطون مجموعة من الجمل with the words missing مع الكلمات المفقودة. They fill in the blanks with the new vocabulary items. ويطلب منهم الأشياء يعني الكلمات الجديدة اللي موجودة. زين. Memorization هنا حالة الاستذكار تحفيظ الاستذكار مثل خلينا نقول. Students are given a list of target language vocabulary words. الطلبة يتم إعطائهم قوائم ب كلمات اللغوية للغة الهدف كلمات والمفردات باللغة الهدف and their native language equivalents والمتطابقات يعني المعاني خلينا نقول المعاني باللغة الأصلية and are asked ويتم الطلب منهم to memorize them أن يتذكروها. Student are also required كذلك الطلبة يطلب منهم يعني يجب عليهم memorize grammatical rules تذكر القواعد النحوية and grammatical paradigms وكذلك الأشكال such as مثل verb conjugations مثل تصاريف الأفعال. زين. Use words and sentences استخدام الكلمات ضمن الجمل. In order to show that students understand the meaning and the use of the new vocabulary item, they make up sentences in which they use the new words. من أجل يعني عرض فهم الطلبة للكلمات الجديدة يطلب منهم تكوين جمل. Composition الإنشاء. The teacher gives the student a topic. يعطي المدرس موضوع. To write about the target language حول اللغة الهدف. The topic is based upon يعتمد الموضوع على بعض المفاهيم of reading passage للقطع المنطوقة of the lesson للدرس. Sometimes أحيانا instead of creating composition بدل من خلق إنشاء أو okay. الطلبة are asked to prepare precy يطلب منهم يعني تحضير إيجاز ملخص استيعابي of the reading passage للقطعة. أوكي زين. آخر شيء عندنا بهاي المحاضرة أعزائي إن شاء الله عندنا conclusion. الconclusion الاستنتاج الخلاصة. You have now had an opportunity to examine the principles and some of the techniques of grammar translation method into الآن يعني
لديكم الفرصة لملاحظة المبادئ والتقنيات لهذه الطريقة، طريقة ترجمة القواعد. Try to make connection between what you have understood and your own teaching situation and beliefs. حاولوا الآن، حاولوا أنه تسوون ربط ما بين ما أنتوا فهمتوا وما بين تدريس الأشياء والأمور هاي المبادئ. Do you believe that fundamental reason for learning a language is to be able to read the literature written in the target language؟ هل تعتقدون أن الهدف أو السبب الرئيسي لتعلم اللغة الأجنبية هو أن تكونون قادرين على قراءة الأدب المكتوب في اللغة الهدف؟ Do you think it's important to learn about the target language؟ هل تعتقدون أنه من المهم التعلم حول أو عن أو فيما يتعلق باللغة، يعني تأخذ معلومات؟ Should culture be reviewed as consisting of literature and the fine arts؟ هل يجب أن يتم مراجعة أو دراسة التراث الذي كما هو يعني يتضمن الأدب والفنون الجميلة؟ Do you agree with any of the other principles underlying the grammar translation method? Which ones? هل تتفقون مع أي من المبادئ اللي تم التركيز عليها لهاي الطريقة؟ Which ones؟ وأي منها؟ Is translation available exercise؟ هل إن الترجمة هي عبارة عن ممارسة ذات قيمة؟ Is answering reading comprehension questions of the type described here helpful؟ هل إن الإجابة على القطعة الاستيعابية، أسئلة القطعة الاستيعابية للنوع الذي وصف هنا، هل هو مفيد؟ Should grammar be presented detectively؟ هل يجب عرض القواعد بشكل استنتاجي؟ Are these or any of the other techniques of the grammar translation method ones which will be useful؟ هل إن أي من التقنيات هاي الطريقة سوف تكون مفيدة إليكم in your own teaching في تدريسكم؟ Which ones؟ وأي منها؟ عندنا الأكتيفيتيز الفعاليات. Check your understanding of the هنا طبعا تشيك فهمك لهاي الطريقة. It has been said قيل أن هاي الطريقة طبعا تدرس الطلبة حول اللغة الهدف، but not how to use it، ولكن ليس استخدامها، يعني تدرسهم تعطيهم معلومات عن اللغة وليس استخدامها. Explain the difference in your own words، وضح ذلك بكلماتك اللي الخاصة مالتك. What are the clues that this method had its origin in teaching of the classical language Latin and Greek؟ ما هي الدلائل على أن هذه اللغة على أن هذه الطريقة لها أصولها في تدريس اللغات الكلاسيكية مثل اللاتينية واليونانية الإغريقية؟ Apply what you have understood about the يعني هاي الطريقة، طبق ما أنت فهمته حول هاي الطريقة. Think of particular group of students، فكر في مجموعة معينة من الطلبة. You have recently taught، اللي أنت درستهم قبل فترة. Or currently teaching، أو أنت درستهم مؤخرا. Choose a reading passage، اختار قطعة مقروءة. From a literary work، من عمل أدبي. Or textbook، أو كتاب. Okay، and or write one yourself، أو اكتب قطعة بنفسك. Make sure that it is at the level your student can understand، وتأكد أنه هذه القطعة اللي أنت تسويها أو تختارها أو تنشئها من المستوى اللي الطلبة يفهموا. Yet not at level that would be too simple for them، ومو من المستوى اللي عادة يكون جدا بسيط لهم. Try translating it yourself،
as a test of its difficulty. حاول الترجمة أنت بنفسك كنوع من الاختبار لصعوبته. Identify the vocabulary وشخص وعين الكلمات you choose اللي أنت تختارها to work on لكي تعمل عليها. Plan vocabulary exercise وخلي نوع من الخطة, ارسم خطة للتمارين المفردات. You have you would use اللي انت قد يعني تستخدمه to help your student لمساعدة طلبتك. Associate the new words اللي يعني في تقييم الكلمات الجديدة. With the native language equivalence اللي تكون عادة مكافئة أو متطابقة مع اللغة الأصلية. Pick up a grammatical point خذ أو عين نقطة قواعدية أو نحوية or two أو نقطتين يعني خلينا نقول زمن زمنين هيجي فد مادة معينة نحوية. Contain in the same passage اللي تكون موجودة في نفس في القطعة نفسها. Provide the expelled grammar خلي يعني نحو أو قواعد واضحة قاعدة نحوية واضحة. That relates to each one تتعلق بكل وحدة. And give وأعطي some examples بعض الأمثلة أعطي بعض الأمثلة. Design exercise قم بتصميم تمارين that require your students to apply اللي يعني الطلبة مالتك يعني يطبقوها يطبقون the rule some different examples اللي يطبقون بعض الأمثلة المختلفة. أعزاء هاي المصادر طبعا قبل عندنا الطريقة الأخرى اللي هي طريقة الدايركت ميثود الطريقة المباشرة طبعا هاي تناولها بدرس آخر. أعزائي أتمنى الدرس عجبكم, محاضرة عجبتكم واستفادتوا. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.